مصر تنجح في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق رغم تداعيات كورونا. واشنطن تحذر من وقوع مجاعة في تيجراي وتتهم الحكومة الإثيوبية بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. هيئة تنظيم الأدوية البريطانية تصرح باستخدام أول عقار بالأجسام المضادة لفيروس كورونا. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. البداية مع زميلي أحمد أبو زيد، أهلا بك أحمد. أهلا بك داليا، شكرا جزيلا، أهلا بحضراتكم. وضعت مصر آليات مدروسة وخططا منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها. في هذا السياق نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط فيه الضوء على نجاح مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا. أعلنت وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التي أسفرت عن النتائج الإيجابية التالية. نتائج إيجابية تواصل وزارة الداخلية تحقيقها في إطار تصديها لجرائم غش السلع الغذائية وبيع سلع منتهية الصلاحية. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 26 طن ونصف لحوم ومصنعاتها ودواجن ومقطعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية والشرقية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط أكثر من 7 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
إضافة إلى أنها مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بالغربية. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 9.5 طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لمنتجات الألبان بالغربية والمسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية. وتمكنت من ضبط أكثر من 11 طن مكرونة وأرز مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والشرقية والمنوفية، وضبط قرابة 2 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة قائد سيارة حال سيرها بالبحيرة قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء. كما نجحت في ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بالمنوفية، وأكثر من 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 5 أطنان زيت طعام سابق استخدامه وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجميع زيوت الطعام السابقة للاستخدام بالقاهرة. الإدارة تمكنت من ضبط 73 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني ما يمثل ضرراً بالثروة الحيوانية بالغربية والشرقية والمنوفية. الإدارة تمكنت من ضبط 70 طن بلاستيك منتج نهائي وكسر بلاستيك مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية. وضبط 58 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنها ما هو محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، وذلك بمحافظات البحيرة الشرقية سوهاج والمنوفية. وتتواصل الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة الجرائم التموينية وضبط مرتكبيها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. أعلنت وزارة الثقافة خطة المرحلة الثانية لمشاركة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي. تتضمن 1174 نشاطاً في 106 قرى بسبع محافظات وتستمر حتى شهر فبراير من عام 2022. أهلاً بكم. التنمية الشاملة التي تهدف لها المبادرة الرئاسية حياة كريمة يواكبها مسار تنويري يسعى لتطوير الوعي الجمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة. ومن هنا جاءت مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة، وهي المشاركة التي تعد أحد أشكال تنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الإبداعي للدولة إلى كافة أنحاء الوطن عبر فعاليات تستهدف مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية. وتتضمن عروضاً موسيقية للأطفال والشباب والكبار وعروضاً مسرحية، إلى جانب ورش فنية وأدبية وفكرية وأنشطة لاكتشاف المواهب وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية. كما يتم تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب المتواجدة في القرى المستهدفة بالإصدارات المختلفة والمتنوعة لوزارة الثقافة ذات الموضوعات التي تعمل على التنوير ومجابهة التعصب. ومن مستهدفات المشاركة تنفيذ مشروع كشك الكتاب، والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين لأبناء القرى بأسعار مخفضة. وتشمل خطة وزارة الثقافة المشاركة في مبادرة حياة كريمة عدة مراحل انطلق أولها في مايو الماضي، فيما تشمل خطة المرحلة الثانية التي بدأت الشهر الجاري وتمتد حتى فبراير المقبل، تشمل 1174 نشاطاً في 106 قرى بسبع محافظات. وتشارك في المرحلة الثانية عروض مسرح المواجهة والتجوال لتشمل 4 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح، فيما تتواصل فعالياته حتى يناير من عام 2022 لتضم 145 ليلة عرض في 145 قرية ب15 محافظة.
مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا للمسار التنويري للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين، وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عبور السفينة إيفر جيفن مجددا يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع وأأمن الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدلل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع القناة بالشركة اليابانية المالكة للسفينة. السفينة إيفر جيفن احنا بنقول ان هي دي عودتها ودخولها في قناة السويس بعد الحادثة اللي حصلت، يعني دي شهادة ثقة طبعا في قناة السويس وفي قدرة رجال قناة السويس على اللي احنا عملناه خلال 6 أيام في أزمة كبيرة لسفينة 42,000 طن و18,000 حاوية طولها 400 متر، وأنقذناها خلال 6 أيام وطلعت سفينة سليمة كمان الحمد لله، ومفيش إصابات في الطاقم ومفيش أي إصابة لسه. فبعد كده دخلنا في موضوع الفوضات، الفوضات الحمد لله برضه كانت على مستوى عالي جدا ونجحت بطريقة عادلة حققت لينا حقوقنا وكمان ما خسرناش اصدقاء. فالحمد لله يعبرها النهارده احنا سعداء بيه طبعا، والاجراءات احنا دايما بناخد اجراءات الزياده يعني مع السفن اللي هي حمولتها كبيره، بيبقى في 2 لانش اطرى و2 مرشدين ذات كفاءه عاليه، ده امر طبيعي لكل السفن اللي في هذه في هذا المستوى يعني او في هذا الكلاس يعني من السفن. شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث يتم استقبال الراغبين في التبرع وتوجيههم لأقسام المركز المختلفة، وشارك شباب من مبادرة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في توعية المواطنين ودعوتهم للمشاركة. وانطلق المشروع القومي للتبرع بالبلازما في 6 مراكز ب5 محافظات كمرحلة أولى، من بينها محافظة الإسكندرية. الإسكندرية واحدة من الـ6 مراكز اللي تم اختيارها في المرحلة الأولى للمشروع القومي للتبرع بالبلازما. طبعا الحمد لله احنا كمكان مكان مجهز على أعلى مستوى، أماكن استقبال للمتبرعين كتسجيل كحجرة الكشف. يتم استقبال الراغبين في التبرع وتوجيههم لأقسام المركز المختلفة عن طريق موظفي الاستقبال. حضرتك أنا بستقبل المتبرع، بشوف البطاقة بتاعته وبستقبله، إن حضرتك إيه وسيلة التواصل بمعرفتك بمشروع التبرع بالبلازما، وباخده بطلع أطلع بيه لفريق التسجيل فوق. بيبدأ بقى مرحلة بقى إن هو حضرتك بيمسك الاستمارة وبيقرأ الأسئلة وبيجاوب عليها وبيملى الأبلكيشن بتاعه كله، وبعد كده بيخش على الدكتور بيعمله الكشف الطبي بتاعه. ثم يبدأ أفراد فريق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي عملهم في غرفة الانتظار. فريق جميل ده اسمه فريق التواصل المجتمعي، حاليا كلهم بيعملوا في إدارة الثقافة الصحية تابعة لمديرية الشؤون الصحية. الفريق مكون من أطباء، من صيادلة، من طبيبات أسنان، ممرضات، مثقفات صحيات، كلهم بيجتمعوا علشان خاطر يقوموا بالتوعية للمواطنين، والنهاردة الإيفنت المخصوص ده علشان المشروع القومي للتبرع بالبلازما. ثم يتوجه المتبرع لملء البيانات وإجابة بعض الأسئلة عن تاريخه الصحي وتوقيع الكشف الطبي، ومن ثم يصل أخيراً لغرفة التبرع التي تحتوي على عدد من الأجهزة هي الأحدث من نوعها في العالم.
احنا موجودين هنا في المكان اللي بيتم فيه عمليه التبرع، بيتواجد فيه المتبرعين عندنا. طبعا الدونيشن هول هي بتستوعب حوالي 20 متبرع. عمليه التبرع عندنا بتتم على جهاز فصل البلازما. في عندنا نوعين من الاجهزه، هما الاحدث من نوعهم على مستوى العالم. عمليه التبرع نفسها بتتم في خلال وقت من نص الى ساعه الا ربع. عمليه التبرع بتاخد الوقت ده. كل الموجودين الستاف كلهم بيكونوا مرتزين الماسكس. كل الإجراءات الحاجات كلها بتتفتح قدام المتبرع لضمان سلامتها. ولأن العامل البشري أحد أهم أركان هذا المشروع، بادر المصريون بالمشاركة فرادى وجماعات، ومن بين هذه المشاركات مبادرة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بالإسكندرية. النهارده احنا موجودين على الارض كاتحاد شباب الجمهوريه الجديده. في الاساس طبعا الدور اللي هو ان الاتحاد الشباب، يعني يمكن احنا حتى اعلنا من ايام قليله جدا على موضوع التبرع بالبلازما، كان في تحمس، يعني الشباب كله في كل متحمس للفكره، اعداد رهيبه حاولت انها تسجل وتتواصل معانا بخصوص ان هم يكونوا موجودين النهارده دعما طبعا لمبادره السيد رئيس الجمهوريه بالتبرع للبلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. فدعم للمبادرة دي ودعم لاتحاد الشباب، الناس النهاردة بصراحة كله كان مهتم ان يكون موجود معنا في اليوم ده. ان البلازما كمان من الحاجات المهمة جدا، لانها يعني في ناس عندها زي امراض زي الهيموفيليا او اللي هو النزف الدموي او الحاجات اللي زي كده، فالبلازما بتساعدهم ان هم يقدروا يعيشوا حياتهم بطريقة طبيعية. يعني احنا جايين تبع كيان شباب اتحاد الجمهورية الجديدة، حابين نكون من اول الناس المتبرعة بالبلازما ونشجع الناس على المبادرة ديت، ونعرفهم ان الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي اذى، بالعكس خالص. ده كمان بنتعمل لنا تشيك اب على نفسنا وبنعرف لو فينا حاجه او ايا كان. يعني انا فخور كشخص من اصحاب الهمم ان بوجودي هنا في الفعاليه النهارده، وان انا اتبرع بالبلازما ده شيء شرف. بدعو كل الناس اللي هي تنزل وتتبرع عشان خاطر مصر دلوقتي بتتقدم، فلازم احنا برضو يعني نساعد، مش كل واحد هيتكل على التاني، لازم كل الناس تنزل وتساعد وتشارك عشان خاطر نبقى ايد واحده ونبقى قدام العالم ظاهرين بصوره كويسه. يعني نهر من العطاء يسري في عروق المصريين الذين يعتمد انجاح هذا المشروع على ارادتهم وقدرتهم على العطاء. هذه كانت الإسكندرية. ماذا عن صعيد مصر تحديدا؟ محافظة المنيا كانت الأولى في إقليم الصعيد التي يكون لها السبق بالمشاركة في حملة التبرع بالبلازما. إلى محافظة المنيا وصلت حملة التبرع بالبلازما التي يكتب لها السبق بالمشاركة في إقليم الصعيد. فهذا المركز واحد ضمن المراكز الستة على مستوى الجمهورية، والتي أعدت لإتاحة فرص أكثر للمواطنين للمشاركة في هذه المبادرة الرئاسية للاكتفاء من مشتقات البلازما. الأسئلة كلها بتدور حوالين لو أنت بتعاني من مرض أو بتاخد أدوية تمنعك من أن أنت تتبرع، أو مثلا عندك مرض زمان كنت بتاخد له أدوية في فترة سحب الأدوية دي مثلا هتعيق التبرع، لكن الحمد لله كل حاجة بالنسبة لي تمام. يعني الحمد لله ان انت تتبرع لروح طفل او روح بني ادم ايا كان سنه او ايا كان العمر، دي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا. طول ما احنا قادرين وفي صحة اتمنى ان انا اتبرع، لو في حاجة اكتر من الدم عايزينها اتمنى ان انا اديها برضو طول ما هي موجودة عندي. البلازما دي هي لما بتتاخد من الانسان السليم فهي مش بتضره، لان هي هتتجدد كل 48 ساعة. كمان التبرع بيها بيحمي جسم الانسان السليم من بيقلل يعني مرض الاصابة بالسرطان وكده، يعني من كل النواحي هي افاده للانسان السليم، وفي نفس الوقت بتكون ليها اجر وثواب عند الله برضو ان احنا بننفع بيها المرضى اللي محتاجين لكده. فور دخول المتبرع يستقبله عضو فريق التواصل المجتمعي لتعريفه بخطوات عمليه التبرع ومساعدته في الاجابه عن هذه الاسئله بدقه. الاجهزه معقمه جدا ومفيش منها اي ضرر على جسمه او في اي حاجه ممكن تدخل جسمه. بنفهمه ايه طبيعه الجهاز نفسه، ايه اللي هيحصل معاه، ايه الوقت اللي ممكن ياخده جوه غرفه التبرع، بحيث ان احنا طبعا محتاجينه وطبعا اكتر من مره معانا هنا في مركز التبرع. هنا يطمئن المتبرع على مؤشراته الحيوية كما يجري فحصا سريعا يشمل قياس النبض وضغط الدم ونسبة الأنيميا به، لأن لو هو مريض أمراض مزمنة مثلا في القلب أو الكلى أو غيرها فده بيحتاج ان هو طبعا مش هيقدر يتبرع، لأن ممكن يكون في احتمالية ضرر ليه أثناء التبرع. لو عنده أي أمراض معدية ممكن تتنقل عن طريق الدم أو كده برضو ده ما بينفعش ان هو يتبرع.
زائد ان الكشف الطبي بيتم قياس الضغط، نسبه الهيموجلوبين عشان اتاكد ان هو ما عندوش انيميا، وتقييمه من خلال طبيب متخصص، طبيب بشري متخصص، ان هو لائق للتبرع لضمان سلامته اولا وسلامه البلازما اللي هيتبرع بيها اللي هتروح للمريض. وبعد موافقه الطبيب يسمح لك بدخول هذه الغرفه. هنا يسحب هذا الجهاز الحديث الدم من المتبرع وفق آلية دقيقة ليفصل بلازما الدم، ثم يحفظها وفق معايير صحية قبل أن يعيد بقية مكونات الدم الأخرى إلى المريض ذاته، عملية تستغرق بين 30 و40 دقيقة في المتوسط. هو الجهاز فكرة تشغيله إن إحنا بناخد الدم من المتبرع وبيفصل منه البلازما وبيرجع الدم تاني للمتبرع. طبعا كلوزد سيستم تماما، مفيش اي احتماليه تلوث باي حاجه، لان الكيت دي بتتغير من متبرع للتاني، ومفيش اي مثلا دم مش بيدخل الجهاز خالص، ده بيمر في الكيت اللي هي بتتغير من متبرع للتاني. وتقدر احصاءات رسميه ان موازنه الدوله تتكلف ملايين الدولارات لاستيراد بلازما الدم سنويا. دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ياندا توماس غرينفيلد الحكومة الإثيوبية للتوقف فوراً عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، وأوضحت في تغريدة عبر تويتر أن مئات الآلاف من الأشخاص في الإقليم يواجهون خطر المجاعة، مطالبة جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة من أجل تخفيف المعاناة. في سياق متصل، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إن موظفي الإغاثة في إقليم تيغراي الإثيوبي لن يجدوا طعاما لإيصاله إلى الملايين الذين يواجهون خطر المجاعة هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الإقليم قبل نحو 9 أشهر، إذ ستنفد الإمدادات الغذائية خلال هذا الأسبوع. وجهت المسؤولة الأمريكية اللوم مباشرة إلى الحكومة الإثيوبية على تقييدها وعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم المضطرب. وقالت سامانثا باور إن السكان في إقليم تيغراي والأقاليم المجاورة يتضورون جوعاً، إذ يواجه ما يزيد على 900,000 فرد المجاعة، بينما يوجد أكثر من 5 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. تتواصل عمليات انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإثيوبية بحق سكان منطقة تيغراي. من جانبها أكدت منظمة اليونيسيف أن ما يزيد على 100,000 طفل في إقليم تيغراي بإثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد. تتواصل عمليات انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإثيوبية بحق سكان منطقة تيغراي، فيما يتواصل الانتقاد الدولي لهذه التصرفات من أجل إخضاع سكان الإقليم حتى لو تم القضاء على سكانه. موجة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهذه المرة بحق الأطفال. فبعدما قامت به القوات الإثيوبية بحق المرأة، جاء الدور على الأطفال، سواء من خلال حرمانهم من الحق في الغذاء أو حتى استخدامهم في الحرب الدائرة هناك. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أكدت أن ما يزيد على 100,000 طفل في إقليم تيغراي بإثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر 12 المقبلة، بزيادة قدرها 10 أمثال عن متوسط المستويات السنوية في استمرار للانتهاكات الإثيوبية بحق سكان إقليم تيغراي. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتهمت الحكومة الإثيوبية بافتعال أزمة إنسانية بعد تكبدها خسائر مادية في الإقليم، وشددت على أن إثيوبيا تفرض حصاراً خانقاً على الإقليم شمال البلاد، أسفر عن تعليق عمل الخدمات العامة وقطع التيار الكهربائي ونقص حاد في الوقود وتوقف خدمات الاتصالات والمصارف. فيما اتهمت منظمات حقوقية الجيش الإثيوبي بمسؤوليته عن انتشار العنف الجنسي ضد النساء في تيغراي. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أنها بحاجة ماسة إلى مبلغ 27 مليون دولار بغرض مواصلة توفير المأوى الطارئ للنازحين داخلياً في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن 5 ملايين شخص تأثروا بالأزمة الإنسانية التي أثارها الصراع، وأكثر من 2,100,000 شخص نزحوا داخليا في المنطقة.
وهكذا تتسع دائرة الأزمة الإنسانية في تيجراي بما ترتكبه القوات الإثيوبية بحق سكان الإقليم وسط انتقادات متوالية. قالت ذراع الأبحاث وتحليل المخاطر لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنه لا يمكن استبعاد فقدان 10 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد. وقالت أنوي تاباسو الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى فيتش سوليوشنز إنه من الصعب أن تحقق أفغانستان أي نمو إيجابي هذا العام. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، وجددت المتحدثة باسم المفوضية الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بأنها أزمة متصاعدة. إلى ذلك قال برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان إن شخصا من بين كل 3 أشخاص يعاني من انعدام الأمن الغذائي هناك بسبب عوامل عدة مرتبطة بالحرب الدائرة في البلاد. وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري إيلين ماجرورتي إنه إضافة إلى النزاع فإن الأفغان يعانون أزمة غذائية حادة، مشيرة إلى أن العام الحالي سيكون صعبا للغاية من الأساس. دعت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في موسكو إلى مواصلة الحوار مع روسيا. جاءت تصريحات ميركل خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة وداعية لموسكو قبل تخليها عن منصبها في الخريف. من جهته أكد بوتين أن ألمانيا ستظل أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في أوروبا والعالم بأسره، وأضاف أن برلين هي الشريك التجاري والاقتصادي الثاني لروسيا بعد الصين. هذا ووضعت ميركل إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً يقضي بإنهاء تكليف والي ولاية بن عروس علي سعيد، كما أصدر الرئيس التونسي أمراً آخر يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القطاع الصحي بالمملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس. خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد أكد العاهل السعودي حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الراهنة. في لبنان أكد الرئيس ميشيل عون تواصل لقاءاته مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لإنجاز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونسكا، حيث استعرض المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ثمن الرئيس اللبناني جهود الأمم المتحدة الرامية لمساعدة لبنان والتي كان آخرها تنظيم المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني، فيما أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تتابع البرامج الصحية والاجتماعية والإنسانية الضرورية للتخفيف عن الشعب اللبناني في هذه الفترة. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وعقب انتهاء جلسة البرلمان والتي عقدت في قصر اليونسكو بالعاصمة بيروت والمخصصة لتلاوة رسالة الرئيس اللبناني ميشيل عون حول رفض رفع الدعم عن الوقود، أشار بري إلى أن الحل في لبنان هو إصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق. في العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على المسؤول الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار. وأشارت الخلية في بيانها أن عملية الاعتقال استندت إلى معلومات دقيقة أكدت وجود أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في قضاء الكرمة بالأنبار، وهو المسؤول الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي. أضاف البيان أن قوة من الجيش تمكنت من القبض على الإرهابي وتسليمه للجهات المختصة.
نشرتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم، لنا عودة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 210 ملايين و73 ألفا، وأفادت جامعة جونز هوبكنز بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم وصل إلى 4 ملايين و404 ألف. أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تقديم 41 مليون يورو لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في جهود مكافحة جائحة كورونا. خصص الاتحاد الأوروبي 31 مليونا من بين وسائل مساعدة أخرى لمساعدة دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وآسيا على معالجة عواقب الجائحة ودعم إدارة الأزمة، إضافة إلى تخصيص 10 ملايين يورو لدعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة في تقديم اللقاحات للأطفال. وافقت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية على استخدام عقار لونابريف كأول علاج بأجسام مضادة أحادية النسيلة لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، فيما أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 114 حالة وفاة و37 ألفا و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة المتحدة. ووفقا لذلك فقد بلغ إجمالي الإصابات المرتبطة بكوفيد 19 والمسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 6 ملايين إصابة. قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت نحو 49 وفاة مرتبطة بمضاعفات الفيروس وأكثر من 7200 إصابة جديدة. بتلك الحصيلة فإن إجمالي الوفيات المسجلة في إيطاليا بلغت نحو 130 ألف حالة، محتلة المركز الثاني على مستوى القارة الأوروبية بعد بريطانيا والثامن عالميا، فيما بلغ معدل الإصابات المسجل فيها ما يزيد على 4 ملايين و400 ألف إصابة حتى الآن. قالت شركة استرازينيكا إن علاجا بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف الأساسي من الوقاية من مرض كوفيد 19 في دراسة في مرحلة متقدمة، مما يضع شركة الأدوية البريطانية على المسار الصحيح لتقديم بديل محتمل للقاحات لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت قلص بنسبة 77% من خطر الإصابة بمرض كوفيد 19 مصحوبا بأعراض. حث حكام المقاطعات اليابانية الحكومة على إعادة النظر في فرض إغلاق لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا. وصف المحافظون الإجراءات الحالية بأنها غير فعالة في مكافحة النسخة المتحورة التي تحمل اسم دلتا والتي تنتشر بسرعة في جميع أرجاء اليابان. وتعاني اليابان من عودة ظهور الإصابات في جميع أنحائها، حيث سجلت العاصمة طوكيو وحدها أكثر من 5000 حالة إصابة بالفيروس في 24 ساعة فقط. سجلت الفلبين رقما قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وحذرت من أن هذا المنح قد يستمر مع تخفيف القيود في منطقة العاصمة في مسعى لتحفيز الأنشطة الاقتصادية. وسجلت الفلبين أكثر من 17 ألف حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و317 وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات في 4 أشهر. وتشهد الفلبين واحدا من أعلى معدلات الإصابة في آسيا بعدما سجلت 1.8 مليون حالة وأكثر من 31 ألف حالة وفاة. وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل نحو 780 وفاة مرتبطة بمضاعفات فيروس كورونا، إضافة إلى نحو 21 ألف إصابة جديدة. وتشهد روسيا قفزة في حالات الإصابة المسجلة بكوفيد 19 خلال هذا الصيف بلغت ذروتها في يوليو، وأرجعتها السلطات لسلالة دلتا وضعف الإقبال على اللقاحات محلية الصنع.
ارتفع عدد ضحايا هجوم في شمال بوركينا فاسو إلى 80 قتيلاً، وكان مسلحون هاجموا قافلة مدنية برفقة الشرطة قرب بلدة أربيندا في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات بمنطقة الساحل في غرب إفريقيا هذا الشهر. في إندونيسيا أعلنت الشرطة اعتقال 53 شخصاً يشتبهوا في ضلوعهم في التخطيط لهجوم في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال. أضافت الشرطة أن الاعتقالات جرت في 11 مقاطعة، مضيفة أن بعض المعتقلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية. أصدر ملك ماليزيا قراراً بتعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيساً للوزراء خلفاً لمحي الدين ياسين، والذي استقال بعد خسارته الأغلبية في البرلمان. وتولى صبري، والذي كان نائباً لمحي الدين، المنصب بينما تواجه البلاد زيادة في إصابات كوفيد-19 وتعثراً اقتصادياً وسط تنامي الغضب الشعبي بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية. وحصل صبري على دعم 114 مشرعاً في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا. في الصين، تعهد رئيس مجلس الدولة لي كاتشيانغ بمحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم خلال الفيضانات المدمرة التي شهدتها مقاطعة خونان وسط الصين. جاء تعهد كاتشيانغ خلال جولة له في المقاطعة، ومن بينها مترو الأنفاق الذي اجتاحته الفيضانات. أوضحت حكومة المقاطعة أن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك نحو 50 شخصا في عداد المفقودين. ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي بقوة تجاوزت 7 درجات على مقياس ريختر إلى 2200 قتيل. وبعد مضي 5 أيام على الكارثة، تواجه السلطات معضلة في إيصال المساعدة الإنسانية بأمان إلى المنكوبين في المناطق المعزولة. ويشهد جنوب غرب هايتي حالة من الفوضى، حيث يواجه المنكوبون أحوالا جوية سيئة ناجمة عن مرور الأعصار غريس. مشاهدينا، نشرتنا ما زالت مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل. احنا عارفين ان البيت مش مجرد حيطة ولا باب خشب، مش مجرد شباك ولا سلم، مش مجرد كنبة ولا كرسي وترابيزة. البيت اكتر من كده بكتير. البيت بنبني فيه حياتنا وذكرياتنا. البيت فيه بنكبر ونكبر. البيت بنعيش فيه حياة كريمة. وإحنا على قد ما نقدر بنحاول نوفر لك الحياة الكريمة دي، لأننا عارفين إن بيتك يعني حياتك. اتبرع على حساب حياة كريمة. أهلا بحضراتكم من جديد إلى جولة مع أخبار الاقتصاد الآن. محليا، أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4,400,000 طن. قالت الوزارة إن هذا الرقم يمثل إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير هذا العام وحتى 18 من أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس.
أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على إتاحة كافة الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية وتيسير منظومة الإجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة في أقل وقت ممكن. خلال اللقاء الموسع مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 بالإسكندرية، قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن الوزارة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص. أشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات، وذلك تعزيزاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، إضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجال والسيدات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر للتنمية 2030 واستراتيجية تمكين المرأة. انخفضت أسعار النفط للجلسة السابعة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي يزيد عن 7%، إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود. كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر. ارتفعت الأسهم الأوروبية إذ رفع سهم ماركس أند سبنسر قطاع تجارة التجزئة، لكن المؤشر ستوكس 600 سجل رغم ذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر فبراير، وسط علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع في حالات الإصابة المسجلة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا دلتا. ورياضيا، تقام غدا السبت 4 لقاءات في منافسات الأسبوع 32 للدوري الممتاز لكرة القدم، ويلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة، فيما يلعب الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري. كما يلتقي المقاولون العرب مصر المقصة ويلعب سموحة مع الجونة، ويتذيل أسوان والإنتاج الحربي ووادي دجلة ترتيب جدول المسابقة برصيد 25 و26 و27 نقطة على الترتيب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة لاعب العام، وسيكشف عن هوية الفائز في حفل يقيمه يويفا في إسطنبول الخميس المقبل على هامش قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. سيطر لاعبو ومدرب الدوري الإنجليزي على ترشيحات جائزة الأفضل في أوروبا على أن يتم تحديد اسم الفائزين باللقب على هامش فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة، والمقرر إقامتها في إسطنبول خلال حفل برعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس المقبل. وحدد الاتحاد أسماء 3 لاعبين مرشحين على المنافسة، وهم الإيطالي جورجينيو والفرنسي نجولو كانتي ثنائي تشيلسي بعد تتويجهما بلقب دوري أبطال أوروبا أخيرا، والبلجيكي كيفين دي بروين المتوج مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة، لينحصر التنافس بينهم على لقب الأفضل. واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد المركز الرابع، وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز التاسع، في حين احتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ المركز الخامس بعد أن حصد الجائزة في العام الماضي.
أما المرشحون لنيل جائزة أفضل مدرب في أوروبا خلال العام الجاري، انحصر التنافس وفقا لترشيحات الاتحاد الأوروبي بين كل من توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي المتوج معهم بالنسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، وبيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وروبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي المتوج معهم بلقب بطولة الأمم الأوروبية. أما في فئة فرق السيدات، سيطر فريق برشلونة الإسباني على ترشيحات جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات بتواجد الثنائية الإسبانية جينيفر هيرموسو وإليكسيا بوتيلاس، إلى جانب الهولندية ليكي مارتينز لاعبة برشلونة أيضا، فيما يتواجد لويس كورتيز المدرب برشلونة إلى جانب بيتر جيرهاردسون المدير الفني للمنتخب السويدي وإيما هايز مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي في ترشيحات أفضل مدرب لفرق السيدات. يستضيف غدا نادي ليفربول في ملعب أنفيلد نادي برينلي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. افتتح ليفربول مباريات الدوري بفوز كبير على نوريتش سيتي الصاعد حديثا بثلاثية نظيفة، الصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن تشيلسي ومانشستر يونايتد المتصدرين، فيما خسر نادي برينلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد من برايتون بهدفين لهدف ليستقر في المركز الرابع عشر دون رصيد من النقاط. في إسبانيا يحل برشلونة غدا ضيفا على أتلتيك بلباو في مواجهة تقام للجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. كان برشلونة قد نجح في الفوز في الجولة الأولى على ريال سوسيداد بأربعة أهداف لهدفين، أما بلباو فافتتح موسمه بتعادل مع إلشي خارج ملعبه. مشاهدينا نشرتنا انتهت، وإليكم أهم ما جاء بها من عناوين. مصر تنجح في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق رغم تداعيات كورونا. واشنطن تحذر من وقوع مجاعة في إقليم تجراي وتتهم الحكومة الإثيوبية بتعمد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للإقليم. هيئة تنظيم الأدوية البريطانية تصرح باستخدام أول عقار بالأجسام المضادة لفيروس كورونا. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. إلى الملتقى بإذن الله.